سيد كابتن اسامه، ازيك انت وتحياتي اللي عندك كلهم. انا مش عارف مين كابتن عادل. كابتن بلال، كابتن اسامه، كريم سعيد بيسلموا عليك وبيقول لك الف مبروك. كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن كريم، يعني ثلاث نقاط غاليه جدا، واهلي الدقائق الاخيره بيعود اليكم من جديد. طبعا بالتاكيد، يمكن المباراه كانت صعبه جدا، احداثها كانت الاخيره، نص ساعه الاخيره كان فيها شراسه اكثر، كان فيها يعني مسؤوليه اكبر. يمكن الشوط الاول طبعا كنا ماسكين كوره وبنحاول، الشوط الثاني في بدايته ماسكين كوره وبنحاول، لكن الشراسه ما كانتش موجوده غير بعد تقريبا جون بيراميدز يعني. طيب كابتن، فعلي اتفضل يا كابتن. الشراسه اللي هي الفعاليه الكبيره قوي، الايجابيه الكبيره قوي، التواجد بشكل مكثف في 18، الرغبه الاكيده ان انت تحرز اهدافه وتحقق لك ما اراد يعني. يعني دايما دايما المباريات اللي زي كده ممكن تخلص فرصه وممكن تخلص ضربه ثابته، فلازم تبقى متحضر يعني، محضر نفسك لكل الحالات يعني. لكن انا اعتقد ان الشخصيه بتاعت الاهلي بعد الجول بيراميدز على طول رجعت بسرعه. اعتقد ان احنا لو لعبنا من الاول بالشراسه ديت كان ممكن المباراه تتسهل اكتر من كده، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني مباراه من المباريات الصعبه ومحطه من المحطات الكبيره قوي في مشوار الدوري. ايه اللي حصل اثناء بعد احراز الهدف الثاني يا كابتن سيد؟ الحقيقه انا مش عارف يعني الـ طبعا ده شان يخش بيراميدز، مش عايز اتدخل فيه يعني، لكن الاعتراض على اساسه ايه او هي ايه بالظبط انا مش عارف الحقيقه خالص. هي ضربه ركنيه واتلعبت بسرعه يعني، احنا كمان بالنادي واحنا من بره العبها بسرعه، لكن كان وليد وعلي معلول الاثنين لوحدهم، فمش عارف الاعتراض عليه ده شان يخش بيراميدز يعني، لكن الحمد لله الحمد لله طبعا على المسؤول. طيب كابتن سيد، الحقيقه النهارده المباراه يعني مراحل كتيره جدا ومباراه صعبه جدا، في الاول شوط دفاعي لنادي بيراميدز، ويمكن الهدف الاول من كره ثابته للنادي الاهلي. شفت المباراه كلها بقى من اولها لاخرها ازاي؟ زي ما قلت لك يعني الشوط الاول كان ممكن يبقى لو استغلنا بعض الشراسه او كان عندنا بعض الشراسه اكثر اللي كانت موجوده في النص ساعه الاخيره كان ممكن الحال يتغير، كان ممكن المباراه تتسهل اكثر من كده، كانت ممكن تتسهل. لكن بعد ما جه في الجول اللي جه فينا يعني استفز لعيبه الاهلي، استفز اللعيبه بتاعتنا. مش عايز اقول ان ده المفروض ما كانش احسن من الاول، لكن هي المباريات كده، ممكن بتبقى ليك محطات او ليك نقطه تحول بتحصل لك. اعتقد ان نقطه التحول بالنسبه لي هي كل دخل فيه يعني، لقيت شراسه اكتر، لقيت فعاليه اكتر، لقيت رغبه اكتر يعني. فالحمد لله رب العالمين طبعا على المكسب وكل حاجه. لكن درس النهارده من الدروس المهمه في عالم كره القدم، ان المباراه مهما كانت تبان انها سهله وتبان انها في المتناول، لكن في لحظه ممكن تبعد عنك يعني. اليو ديانج النهارده، الحقيقه احنا هنقعد نتلخبط اصل كتير اليومين دول. اليو ديانج النهارده اليوم كله كويس. طيب اليو ديانج النهارده يعني اعتقد روح رائعه وحاجه كبيره جدا وحاجه جميله جدا يا كابتن سيد. يعني والله الحمد لله اختيار كان موفق جدا لاليو ديانج، والحقيقه بشكر يعني طالما الشيء يذكر اول واحد رشحه لنا هو انيس جبان الحقيقه. يعني مين يا كابتن سيد؟ ما سمعناش. انيس بوجلبان هو اول واحد رشحه لنا. انيس بوجلبان دي حقيقه. لكن انا ما بتكلمش كمان على الاداء، انا بتكلم على الصفات الشخصيه اللي هي عايزه تشتغل على طول، عايزه تنجح على طول، عايزه بتدور على اللي ناقصها على طول من اول يوم. على فكره يمكن كان لنا لقاء مع بعض في اول يوم يعني، فاحنا هنساعدك وانت ساعد نفسك، لكن هو الراجل من اول يوم لحد دلوقتي ما فيش ادنى دقيقه في التاخير يعني. وأليو ربنا يحفظه. وأليو بادجي يا كابتن سيد، يعني حاسين ان هو موجود مع الفرقه من سنه مثلا. بص يا سامي، انت والمجموعه اللي معاك كلها عارفه كويس قوي النادي الاهلي، النادي الاهلي اكيد كيفك بالظبط يعني، انت بتخش ما بتحسش نفسك غريب يعني. الاجواء بتبقى متيسره والاجواء كانت بتبقى كويسه والحمد لله رب العالمين يعني. عشان كده انا دايما بنتكلم مع اللعيبه لما تيجي تدافع على قميص النادي الاهلي او تيشيرت النادي الاهلي اكنك بتدافع على بيتك بالظبط. فالروح دي لازم تكون موجوده والاصرار يكون موجود والعزيمه تكون موجود، ما تسقطش ابدا احساسك بالمكان ولا باهميته، وما تسقطش ابدا ثقتك في ربنا وثقتك في تاريخك وثقتك في شخصيتك وثقتك في زمايلك حتى لو باقي خمس دقائق يعني. المباراه كانت بتتكلم ب 76 او 77 دقيقه يعني، انت متاخر بهدف، لكن احنا قاعدين على الدكه من الرغبه اللي بنشوفها على فكره. أيوة. يعني من الرغبه اللي بنشوفها يعني، حتى لما حسب كابتن ابراهيم نور الدين من اربع دقائق، انا قلت يعني اربع دقائق انا كنت عايزهم خمسه، كان نفسي خمسه يعني، لكن الفرق الدقيقه ده بيبان ان هو مش مؤثر. لكن بالنسبه لي انا 60 ثانيه في عالم كره القدم يعني كتير جدا، اصلا عشان تحضر لفرصه ولا حاجه ممكن تاخد من 10 ل 12 ثانيه ماكسيمم يعني، فالحمد لله على كل شيء. كابتن سيد معلش هاخدك القرعه الافريقيه،
امبارح لما عرفت ان احنا النادي الاهلي هيلاعب نادي سان داونز كان احساسك ايه؟ بص الثمان فرق السنه دي الحقيقه يعني كلهم ابطال وكلهم اقوياء جدا، يعني فمشوارك عشان تاخد بطوله يعني هتعدي، مش هتنقي انت ومش هتختار انت مين اللي يبقى معاك، هي مباراه قويه جدا. لكن لما وقعت القرعه الحقيقه برضو كان من الحاجات اللي مقلقاني جدا على المستوى الشخصي ان الناس كلها يعني اتجهت لمباراه سان داونز ونسيت ان عندنا احنا هنا قبل مباراه سان داونز عدد محطات كبيره جدا وقويه جدا من شانها انها تبقى اعداد كويس قوي واجواء كويسه قوي تخش فيها سان داونز، ولو ما خدش الموضوع ده بشكل ايجابي هيبقى العكس يعني اثر سلبي، منها مباراه النهارده على فكره. المهم جدا ان انت الناس كلها اتكلمت في سان داونز وناسيه ان احنا عندنا مباراه النهارده قويه جدا في الدوري، وناسيه ان احنا عندنا كمان يعني بعد اربع خمس ايام مباراه ثانيه وبعدين مباراه ثالثه وبعدين سوبر وبعدين مباراه في الدوري لو مع الزمالك لو اتلعبت. يعني انا بالنسبه لي في محطات كتير قوي لسه عندي 20 يوم او 22 يوم على مباراه سان داونز، صحيح هي مباراه قويه جدا 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 لكن لسه في محطات، المحطات دي بتساعدك ان انت تخش اجواءها وهي شكلها كويس، يعني فكان لازم يبقى في فكر ايجابي وتحضير كويس. ومن الحاجات اللي كانت قلقاني النهارده ان ممكن يبقى الناس واخده في بتتكلم في سان داونز وناسي ان احنا عندنا مباراه كبيره زي مباراه بيراميدز النهارده. طب كابتن سيد كان هناك مطالبات ان يتم تاجيل مباراه الزمالك يوم 24، ولكن طلع الاتحاد النهارده طلع اتحاد كره القدم وقال في بيان انه لن يتم تاجيل هذه المباراه، هل جالكم اي مخاطبات رسميه؟ انا عندي جدول ملتزم بيها في الاستلام. يعني لا انا ما فيش مشكله الا لو كان في حاجه على المستوى الامني، يعني حاجه بالنسبه لنا دي ما نقدرش نبص فيها يعني. لكن انا بحضر لمبارياتي، بحضر ماتشاتي سواء كان في محليا او افريقيا. والله كان في راي ثاني ولا حاجه يعني خارج عن ارادتنا، انا مش انا اللي هتدخل فيها، لكن عايز ااكد بس يعني مباراه سان داونز مباراه قويه جدا ومهمه جدا وفي ربع نهائي او في ربع البطوله الافريقيه، لكن في النهائي احنا عندنا ماتشات كتير قبليها فلازم نفكر فيها بايجابيه. طيب كابتن سيد معلش طمنا اخيرا على رمضان صبحي. رمضان يعني كان قبل ما نسافر السودان في احساس بعدم اكتمال الشفاء بشكل كبير قوي، يعني زي احساس ان انت لعيب 100%، ففضلنا ان يبقى ما فيش دفع ليه يعني في خمس ست ايام اللي جايين كمان، يعني ممكن رمضان يبقى معانا من يوم 11 او يوم 12 على اقصى تقدير، لكن احساسه برجليه مش هو الاحساس ال 100% نزل معانا، نزل معانا يوم الثلاث سوري يوم الاربع ونزل معانا يوم الخميس، لكن لما اتكلمنا معاه يعني احساسه بيقول لك انا مش احساسي مش كامل 100%. فعشان كده فضلنا ان يبقى فيه يعني لا راحه اكثر، احنا محتاجينه في مرحله مش عايز اقول كل اصعب من اللي احنا فيها، لكن ممكن تكون قويه جدا مرحله السوبر بتاع الزمالك، مرحله دوري ابطال افريقيا، وده كان الهدف الاساسي من راحته الخمس ست ايام اللي جايين. واعتقد ان المزق في الخلفيه يا كابتن سيد بيقعد من يعني من 7 لـ 8 اسابيع، وبالتالي هو ميعاده ان هو ينزل بعد يوم 10 ان شاء الرحمن باذن الله، على يوم 11 12 13 على الاقل باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سيد والف الف مبروك. ربنا يخليك حبيبي. شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي.